نتحول إلى شأن سوريا الآن، إذ قتل 30 شخصا وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف معصرة لزيتون في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا. وقالت مصادر محلية في المدينة إن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين. وقد تزامن ذلك مع قصف نفذته طيارات النظام على مستشفى نوى الميدانية الذي استقبل معظم الجرحى، كما قصفت طيارات النظام بلدة باب الحارة بريف درعا. يعتقد أنه طيران روسي.